ألو ملك خانوم؟ شو في جمال بيك؟ مراد بيك عم يعمل في غلط، طلع يدور على الخالق قدرية حتى ما تقتل وما عم يرد على موبايله. احكي معه بجوز يرد عليك. طيب رح دق له فورا. وين اختفيتي خالي قدرية؟ وين؟ ألو قاسم، شو عم تساوي؟ عم دور عليه. شو بدي ساوي؟ إذا صار عندي معلومات بحكي معك دغري. شو رح يصير هلأ؟ برافو عليك إنه هلأ خطر لك تسألي شو بده يصير. هلأ رجالك عقلك وصحيتي بعد ما قلبت الدنيا كلها فوق بعضها وانت ما عم تشوفي؟ أصلاً هذا المزبوط، الخالي قدرية بتكون أوسطة وخلاص، يعني عدنان رح ينقتل وتخلص المشكلة. الشغلة مو سهلة بنوب يا تسنيم، مو سهلة. إذا عدنان رح يموت له أي ما رح يتركنا. شو عم تحكي؟ بس القاتل عدنان؟ طبعاً أنت مو فارق معك لأنك بتعرفي تكسبي وتخلصي حالك. روحي تسنيم روحي. قال بيقدر وهو بالسجن يعمل كل شيء، وقال إنه بده يذبحني وهو ما بيقدر يعمل شيء. أصلاً هلأ الخالي قدرية بتكون قتلته، وحتى لو ما قتلته ما بقي له شي لينسجن. هلأ إجا زمانك يا تسنيم، إجا زمانك. بلال؟ بلال؟ وين راح بهالليل لحاله؟ بلال؟ بلال؟ بلال ابني؟ بلال وينك انت؟ بلال ابني، ليش قتلته لأبي؟ ليش حرمتني من أبي؟ احكي. عم اسألك ليش قتلته لأبي؟ يلا جاوبني. كنت تكذب علي وتقول اني عم اجرحك بالحكي. انت ليش قتلته لبابا؟ ابني اسمعني، هالكلام غلط. شو رح اسمع لسه؟ ها؟ شو رح اسمع؟ نزل هالسلاح من ايدك يا بلال، عم قلك نزله. انا مو خايف من شي، خايف اني قتلك. نزله. الظاهر اخذت ايدك على القتل ما هيك؟ بابا مات على ايدك. ايه وشو هلا؟ مثل ما قتلت بابا بدك تقتلني؟ خلينا نجرب مين بده يضغط على الزناد اسرع. يلا نزل هالسلاح من ايدك فورا يا بلال، عم قلك نزله. انا ما بقوسك، ما فيني اعملها. اللي حرمني من أبي بيعمل كل شيء. عديتهم عمي؟ أنا عديتهم 13. بدي انتقم لكل شيء. بلال، بلال، بلال ابني.
بلال ابني، بلال بلال طول بالك ما تخاف. ليش ما رحت تنام بغرفتك؟ هلأ ظهرك بيوجعك. ها؟ بلال ابني اسمع، بعرف انه الموضوع قاهرنا وما فينا نتحمله بنوب، بس هو رح يتعاقب بالمحكمة هلأ. يا بلال اصحك، ها اصحك هلأ تعمل شي جنان وما ترد على حكي. عم تفهم علي؟ بلال بلال شوف ابني، انت لما ما بتطلع بعيوني بموت من خوفها. بوس ايدك يا ابني لا تخوفني. بلال اصحك تعمل شي مو منيح مشاني ماما. ماشي امي ماشي. ما بعرف شو احكي، ما بقى في بقلبي ولا نتفة رحمة على اللي اسمه عدنان. على شو بدي ارحمه؟ خلص لنا هالقصة على خير يا ربي. لولو اي لاقي مرت عمي ورجع لعنا. ان شاء الله. فتون قومي روحي على غرفتك، هلا البنات بيكونوا ناموا. انت ما ارتحتي بنوب، قومي تسطحي. تعرفي انك المسؤولة عن كل يلي عم بيصير ما هيك؟ شو هاد اللي عم تحكي هلأ نارين؟ كل اللي قلته سمعتيه مزبوط؟ مزبوط، عدنان قتله لمراد وأنا المسؤولة هون ما هيك؟ ليكك سمعتي أنا شو حكيت؟ انتي ما رح تتغيري ابدا اذا زحطتي على الدرج بتتهميني انا نارين. يا نارين هالكلام وقته اليوم، مرت عمي ما منعرف وينها، المره بتكون قتلته لابنها وانتي جاية تزيديه علينا. انا ما عاد في اي حدا بهالبيت بيهمني امينه، لا مراد ولا عدنان المجرم، انا كل يلي بيهمني هو ابني وبس. الولد حاطط براسه انه ينتقم من يلي قتل ابوه، ولهيك ناوي يقتل عمه، وانا مرعوبه عليه لانه رح يوقع بمصيبه وانت المسؤوله عن هالشي. نارين فتون شو العلاقه؟ نارين عن جد ليش انا المسؤوله؟ ها؟ حتى لما مراد تركك انت وبلال انا مسؤوله عن هالموضوع؟ انا ما كان الي خبر فيكن ابدا. وعدنان اللي بدون ما ترف له عين قتل أخوه، أنا اللي كنت المسؤولة كمان؟ ها؟ نارين قولي أنا شو ذنبي بكل شي؟ مش هان الله اسكتوا، دخلكن لما تحكوا شي بكفي. لا يا أمينة، أنا ما عاد اسكت لحدا، خلي الكل يقول اللي بقلبه. معقول يكون عنا فرصة أحسن من هيك؟ صح؟ نسيت إنك ما بتضيعي مثل هالفرصة لو شو ما صار بالدنيا. نارين شو هاد اللي عم بيصير؟ خلص حاج؟ أنت ما دخلك. أمي شوفي. ما في شي يا ابني ما في شي. أمي احكي شوفي. خدي أمك وروحي هلأ. شو عم تقول بلال؟ ما عم تفهمي على كلامي؟ خدي أمك وانقلعي هلأ. هذا اللي طلع منك بدل ما تحط راسك بالأرض وما ترفعه بنوب ما؟ عن جد انت ما بتستحي؟ ليش بدي استحي؟ فهميني. عمك المجرم هو اللي قتل ابي، شو اللي بخجل اكثر من هيك؟ لك كم مره بدي فهمك انه ابوكي هو ابي كمان؟ خلاص امي اتركيني، ما بدي اهدى. كيف بدي اهدى؟ كيف ما عم تستحي؟ لا بس خلص كون الست خضريه قتلتها بس بكفي. لك خلص لا عاد تحكوا شيء، خلص خلص. شو صار لكم؟ طرشتوا كلكم. مرت عمي ضايعه وما بنعرف وينها، وبجوز هالختيارتكن قتلت ابنها على هالعملة، ويمكن من بعدها تروح الحبس. كل هالشي ما أثر فيكن ولا شوي؟ شو يا بلال؟ عايدة نارين امتى ناويين تحلوا عن بعضكن؟ بعرف انه موت ابوكي مانو شي سهل. انتي
وانتي وانتي، يا ترى مين منكم همه اكبر من الثاني؟ نارين فتوا، بتحبوا جيب لكم السكاكين هيك بتخلصوا على بعض وخلونا نغرق بالدم هون. اصلا بيقولوا الدم اللي بينزل من الاخوه بغرق كل اللي حواليه. مرت عمي ما قالت لكم هالشي، ما استفدتوا من حكيها. واضح انكم ما استفدتوا، اصلا انتم ما سمعتوها ولا كنتوا رح تسمعوها. قولوا لي مين اللي وجعه اكبر باللي عم بيصير؟ مين على حق ومين المذنب؟ ليش متخانقين؟ ما عم بفهم. زعلنا على مراد كتير، عدنا نسود وشنا، ومرت عمي ما منعرف وينها وما منعرف شو عم تعمل بحالة. كل هادو لسه عم تتخانقوا مع بعضكن. بس طالما هيك السلاح هو اللي ممكن يحل هالمشكلة. لحدا يفكر بمرت عمي. قتلوا بعض على كيفكم، خلصوا على بعض هلا. خير؟ ليش اجيتي؟ شو مالك؟ شو رأيك باللي صار؟ شو جاي تسأليني انتي؟ لك مو شايفتيني متضايقة ومو ناقصتك هلأ؟ ملك، عدنان أخوكي الكبير قتل أخوكي مراد بدون ما يرفله جفن. للصراحة أنا ما استغربت بنوب، بس الشي اللي صار مو قليل. اسمعي تسنيم، انتي عم تلعبي على الكل بس مو علي. والمقطع اللي أخدتيه من موبايل رجب بعرفه، بس ما عم قلك. إذا مفكرتيني هبلة أنت غلطاني. أنت مين قالك؟ على فكرة يا شاطرة، كتير شغلات بعرفها أنت ما بتعرفيها لهلأ تسنيم. مثل شو؟ لوقتها رح قلك. أمي تعالي. عدنان يلا تعال، صار الوقت.
هاي سيارة عدنان. وقف وقف. خليك واقف هون، تعالوا معي. وقف مراد. روق، هاي لؤي وصل. لا تخرب كل شيء. يلا اركب بالسيارة. لو سمحت مشي بقى. تقبل الله يا ابني، افتح ايديك وادعي لله يا عدنان. يا رب، هذا الشخص يلي ايديه مغمسين بدم اخوه بيكون ابني انا. اغفر لي وسامحني لانه ما ربيته تربايه صالحه ليخاف منك وما يغلط. ابني وسخ ايديه بدم اخوه وجاهز ليتعاقب ويتحمل نار جهنم اللي عندك. أنا رضيانة بأي شيء رح يصير. سامحه يا رب. بعد شوي رح نكون اتنيناتنا عندك. سامحنا. ما بقدر برر له هالعملة لأنه وطالي رأسي. ابني هو طلع القاتل. سامحه يا ربي. سامحنا على كل شيء. آمين. شاهد على روحك يا عدنان. أشهد أن لا إله إلا الله. خالي قدرية، لا تعملي هيك. خالي قدرية، وقفي. بترجاكي وقفي.
ما شاء الله. قومي يلا قومي قومي، صارت الدنيا الظهر. الله لا يشبعك نوم انت وياها. شوفي من على بكرة الصبح شو بدك هلأ؟ انت خراسي، انا عم بحكي مع اختك. هلأ شو رح يصير فيكي يا ست نيبال؟ يا ترى قدرية بتكون قتلت ابنها عدنان؟ حتى لو ما قتلته، هاي الضابط لؤي رح يكون هنيك ويشحطه ليسجنه، وكم سنة رح يقضي بالسجن هاي الله بيعرفها. هاي صفينا لحالنا، هلأ اطلعي من هون وفرقينا. لا ما حذرتي يا روحي، انا ما قلت لك مرة انه رح يجي يوم وينقلب الزمن عليكي؟ ها؟ شايفة؟ يلا روحي من غرفتنا. ايه امرك، بس حبيت صبح عليكم وبعدين منتحاسب. خالي نزلي هالبارودة. مو طلع ابني هو اللي قاتل اخويا لؤي؟ بعرف خالي، نزلي هالبارودة من ايدك. تركيه يتعاقب على ذنبه قدام العدالة بلا القتل. خالي إذا قتلتي ابنك الأمور ما رح تزبط. معقول بعد اللي عرفته بدك يعني خلي له الواطي عايش يا لؤي؟ لا تتدخل بعد. لا تتدخل يا لؤي. ما بقدر خالتي، ما رح بعد. نزلي البارودة. خالي بدي اياكي مثل ما بعرفك، اعطيني هالبارودة لو سمحتي. خالي ما كنت متخيلة اشوفه بعمري مثل هذا اليوم. شوفي أمينة، فتون سيدي كان مع عاصم ابني وهو كان بيعرف كل شيء. يعني مين اللي جابه لهالسيدي؟ عاصم كيف قدر يوصل له كمان؟ كل هالتفاصيل ما قدرت أفهمها، كل ما بيحكي كلمتين بصير يبكي. يا روحي أنا، عاصم شب قوي وقبضاي خالة أمينة، كمان أقوى مننا كلنا. يا عيني عليه. شبكم بس شفتوني سكتوا؟ ليكي تسليم ما حدا رايق لك، لا تبلشي. هاد اليوم اللي كنتوا على طول عم تحكوا عنه؟ ما عاد هالشي مهم هلأ. لا كتير مهم، لأنه أنتي بتعرفي هالشي من الأول وخبيتيه عنا كلنا،
وإذا هالحكي مزبوط فأنت شريكته. أنا شو علاقتي بالقصة؟ ما دخلني بشي وما بعرف شي. تعرفوني عيبي الوحيد إني ما بمسك لساني لما عصب، ما هيك يا أمينة؟ معقول هالمرة ما بتنسى شي؟ شو عم تحكي هلأ؟ ما عم بحكي شي بنوب. يعني عدنان كيف بيعمل فيكم كل هالعمايل السودا بدون ما يعذبوا ضميره ولا شوي؟ والله مو قدراني اطلع بوشكم لأني مرته. باين هالشي. ألو لؤي، لقيت أمي، طمني. لقيتها مع عدنان، لا تخافي هلأ أخذينهم على المخفر. صباح الخير. صباح النور. شلون صرتي هلأ؟ لا تاكلي هم. لؤي اتصل، لقوا خالتي قدرية وعدنان وأخذينهم على المخفر. لكن بدي اتصل برضا ليجيب السيارة. اتصلي فورا. قدرية خانم ما بتقدر تقتل ابنها أبدا. فتون ضلي بالبيت هلأ، رجلك عم توجعي، رح روح أنا كمان. مايا شوفي، عدنان وستي قدرية التقوا ورايحين هلأ على المخفر. عائشة جواد نايم فوق، ديري بالك عليه. طيب طيب. بين حدا منهم؟ لا لسه ما حدا اجا. فتون شبكي؟ ما تشغل بالك، صار معي حادث. عدنان اجا على المخفر؟ قصدك القاتل ما؟ لا لسه ما اجا لهلا. لؤي وقفنا قدام شي صيدلية شوي، بس يا ريت ما تسألني ليش ابنه. طيب خالي تكرمي، من يوم ما سميتيني ما كنتي راضياني على اسمي، ومراد كان مرادك، مشان هيك من طول عمري أنا كنت بالمرتبة الثانية بعده. مراد راح ودرس بأمريكا، ولما نجح الشهادة بقت معلقة بصدر الصالون لسنين. تعرفي ليش ابني؟ أنا رح خبرك هلا. كنت وقتها بالثانوية لسه، وكنت بفريق الجري كمان، وربحت كأس. وقتها حطيته هالكأس فوق البوفية اللي بالصالون، كنت روح واجي وافرح على حالي وكأني بطل العالم. بس يا ترى شو اللي صار بعدين؟ وقتها السيد مراد بعت لك الشهادة تبعيته من أمريكا، ورحتي حطيتي لإطار بجنن وحطيتيها فوق البوفية، بس الكأس تبعي شلفتيه بخزانة المطبخ. أمي Thank you.
مو هي الخالة أدلية؟ حتى لو ما قتلته رح يشنقوه بالأخير. حسبي الله ونعم الوكيل. شو هالمجرم هاد؟ يا عيب الشوم، الله يصطفل. مو بيستاهل القتل، بيستاهل القتل والشمع. يا عيب الشوم، حسبي الله ونعم الوكيل. لورا لو سمحتوا، لورا عم قلكم ارجعوا لورا. كيف صار هيك؟ ليش ما خبرتوني؟ ما صار عندي أي وقت لخبرك، أصلاً ما بعرف التفاصيل كلها. شو مرتاحة؟ أكيد مرتاحة طبعاً. عدنان هوب على السجن، بعدين شغلت إنه بيقدر يقتلني وهو بالسجن مو مزبوطة. اليوم بلش وقتي، هلأ بس يجي بدي خبره وأقلع عيونه بهالكلام. الآغا ما بيعمل هيك شيء، لو عملك انت عرفت. لا لا ما بيعملها. معقول مجرم؟ بس ليش ليقتله؟ شو رأيك انت قاسم؟ قال أمي وعدنان جايين معهم. ماشي. مراد عود شوي، اتصل بمحامي لازم يطلع. طيب بتصل، مع أنه صعبة لأنه الشغلة جريمة قتل. شو ما كانت الشغلة ما بعرف، بس لازم يطلع. في المحامية رفيف اللي طلعتها لفتون، اتصل فيها، محامية شاطرة بجوز تحلها إلا ما تلاقي شي طريقة. أنا اللي بدي عاقبه يا جمال مو المحكمة، ما بيصير يخلص بهالسهولة من كل شي. طيب طول بالك. عدنان ما كان لازم ينمسك جمال، انت بدك يعني اهدى، مع انه امي اليوم كانت رح تصير قاتلة بسبب هالمجرم. انا بدي اقتله لعدنان. خلاص طول بالك رفيف خانو. لو كنت مقوصتك كنت رح صير مضحكة وكله رح يعيب علي. اللي بده يشوفني عم ادهن المرهم على ايديك هلأ شو بده يقول عني؟ كيف بدي فهم كل هالعالم انه انا كنت بدي اقتل حالي لحتى ما قتلك؟ وعلى فكرة اللي عم تدهن لك المرهم مو انا، هاي الام اللي جواتي. انا نعميت بسببك وضيعت حالي يا عدنان. عم يوجعوك، عم يتقطعوا مثل ما قلبي عم يتقطع من جوا. خلص بكفي، اهدى شوي، هاي لقوهن. وبعتت رفيف لعنده، هي رح تساوي اللازم. بلال وينك؟
عم اتمشى لحالي. بلال لا تعمل شيء مو مزبوط. لا عائشة شو بدي أعمل؟ أصلا عمي رح يصير بالسجن. مخنوق شوي وطلعت شم هوا. طيب شو جابوه؟ لا لسه واقفين قدام المخفر عم ننطر. ماشي